أيوة. ليه ليه لما بنصبح على الناس او بتقابل حد تقول له يا رب النهارده يكون يوم مختلف كده، يعني ايه فكره انه يبقى يوم مختلف؟ يوم مختلف عشان احنا دايما عندنا رجاء ان بكره احسن والنهارده احسن من امبارح، لان الواحد لو ما عندوش الحته دي يبقى كئيب، يبقى يعني اسوء حاجه نوصلها للناس ان ما فيش احلى من اللي انت فيه. أيوة لا بس في ناس بيجي في بالها انه امبارح احلى، يعني تقول لك ايه يا ريت نرجع لمش عارف ايه والامبارح، مع ان دايما لما بيبقى في امبارح دايما بنقول ايه امتى بكره يجي، امتى بكره يجي. بالماضي هو دايما بنتمثل بذكريات حلوه بناس حلوه احنا عاشرناهم ما بقوش موجودين او كبروا او سافروا او راحوا او جم، لكن الايام الحلوه احنا اللي بنصنعها، هي ما بتصنعش نفسها. صح يعني صح. ممكن على فكره مثلا السنه الحلوه عندك كانت سنه كئيبه عندنا والعكس. صح. كل واحد ظروفه. ليه ظروفه وليه حاجته، لكن انا عايز برضو ناخد في الاطار ده ونتكلم على فكره انا بقيت بشوفها كتير، الناس مش مستمتعين، يعني مش مستمتع بحياته، عايز الشهر يخلص بسرعة، عايز الأسبوع يخلص بسرعة، عايز الحياة تخلص بسرعة، بيصدر لك دايما فكرة إن أنا متضايق وإن أنا حزين وإن أنا مش عارف إيه، وكلها هو رابطها بالماديات. تمام؟ يقول لك أنا هروح فين وأجي منين، أنا معيش هروح الساحل، مع إن اللي بيروحوا الساحل دول حتى لو الدنيا زحمة هم لا يمثلوا مثلا 3 أو 5% اللي يقدر على المصاريف هناك، لكن ممكن أروح مثلا بحر بحاجة أرخص وأحلى على فكرة. يعني أنت النهاردة لو رحت راس صدر على فكرة هتبقى مبسوط جدا جدا جدا، وفي أماكن حلوة جدا جدا جدا، وفي أماكن كتيرة جدا، وفي ناس حلوة نقدر وإحنا متجمعين معاهم ممكن ما نصرفش كتير لكن نبقى مبسوطين. لكن فكرة الناس مش عارفة تستمتع بوقتها، يبقى عنده عيلين صغيرين يقول لك امتى يكبروا، ولما يكبروا يقول لك يا عم همومهم زادت، وامتى يتجوزوا، ولما يتجوزوا يقول لك بيجيبوا العيال مش عارف ايه وبيعملوا ايه ومشاكلهم. طب ليه ما استمتعش باولادي وهم صغيرين؟ ليه ما استمتعش مع مراتي واحنا لسه صغيرين؟ ليه ما استمتعش باصحابي واصدقائي اللي حواليا؟ فكره الاستمتاع دي بحس ان هي فكره غايبه عننا شويه، دايما بنفكر في الحته الوحشه، دايما بنفكر في الدفوء اللي عندنا، دايما بنفكر في مادياتنا الصعبه، دايما بنفكر في المصاريف والمسؤوليات انا عارف ان دي حياتنا، ان احنا بنفكر في المصاريف والمسؤوليات والسلع اللي غليت والاكل اللي غلي وبقى فوق طاقه ناس كتيره جدا، لكن هل مع ده كله ووسط الظروف اللي هي صعبه واحنا كلنا حاسين بيها نقدر نستمتع؟ استمتع بحياتك. لو حد قال لك استمتع بحياتك اجابتك هتقول استمتع ازاي، ما انتوا اديكوا شايفين احنا بنجري يوم بيسلم يوم ويوم بيسلم يوم عشان نلحق. عاوز تلحق ايه؟ صدقني كتير قوي ما بيبقاش فيه اجابه، ده حتى في وقت الفسحه، يعني لما ناخد اجازه كده وتسافر عشان تغير جو وتلاقوا نفسكم وانتوا في المكان اللي انتوا فيه بقى واخدين شقه واخدين شاليه نازلين في فندق ايا كان، يلا نلحق عشان الفطار، يلا نلحق عشان البحر، يلا نلحق يلا نلحق. على فكره احنا رايحين الاجازه مش عشان يلا نلحق، رايحين الاجازه عشان نستمتع بكل لحظه فيها، احنا مضغوطين طول السنه والاجازه دي عشان نستمتع، لا البحر هيطير ولا حمام السباحه هيطير ولا اي حاجه في الدنيا هتطير، استمتع باللحظه اللي انت فيها. زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي امتى العيال تكبر، طب ما استمتع بالفتره اللي هم فيها وهم معاك كده صغيرين، بكره لما يكبروا ولما يتجوزوا ولما اولادكم يسيبوكوا هتشتاقوا للحظه اللي يرجعوا بس يكسروا ويكركبوا الدنيا، مش مشكله بس يرجعوا يملوا الدنيا عليا بهجه وسعاده. استمتع بالفتره دي، لما هيكبروا هيبقى لهم مشاكلهم التانيه واحتياجاتهم التانيه، فانت برضو مفيش حاجه اسمها امتى يحصل ده. لو غيرك يعني في ناس مثلا الظروف ما سمحتش انه يتخرج في الكليه بتاعته مع نفس الدفعه، اي ظروف حصلت عنده خليته عاد سنه واصحابه اتخرجوا ويقول لو كنت اتخرجت معاهم كان زماني دلوقتي في الحته الفلانيه. لا مش لو كنت، استمتع بالوقت اللي انت فيه، ما حدش عارف الخير فين، وممكن السنه التاخير دي بعد كام سنه تبص تقول ده التاخير ده جه لمصلحتي وانا اشتغلت في الحته الفلانيه، فكل حاجه بتحصل تاكد انها لخيرك طالما انت بتعمل اللي عليك. استمتعوا بحياتكم، حياتنا صدقوني اليوم اللي بيمشي مش بيرجع تاني، فخلينا نستمتع ونفرح بكل مرحله في حياتنا. عايزه برضو يعني اقول اخد من خبرات حضراتكم، يعني ابعتوا لنا على الفيسبوك صفحه سي تي في ايجيبت، قولوا لنا ازاي الواحد يستمتع رغم ان في ظروف اقتصاديه صعبه، رغم ان عندي مشاكل، رغم ان لا المشاكل بتنتهي ولا الظروف الاقتصاديه بتنتهي ولا يعني هي الحياه كده، على فكره هو ده شكل الحياه، ان هو دايما عندك ظروف ودايما عندك مشاكل ودايما عندك حاجات
كتيرة جدا، ازاي تستمتع رغم ان يعني في ناس تقول لك يا عم هي الحياة بقى فيها، يعني تقعد معاه بس 5 دقايق كفيل جدا ان هو يكئبك من الحياة ويندمك ان انت جيت للحياة دي، فازاي ممكن اقدر يعني، ولا هو خلاص ما فيش استمتاع وما فيش حاجة والكلام اللي احنا بنقوله ده بلاش منه احسن، يعني انا احب اسمع الردود وناس كمان لما بيبقوا عندهم يعني سنهم كبير شوية بيقدروا يدينا من خبراتهم ازاي نستمتع بالحياة رغم الظروف، يعني مثلا في ناس تقول لك زمان من 30 و40 سنة كنا مش عارف بنعمل ايه ونسوي ايه بتاع، رغم ان الظروف الاقتصادية على فكرة كانت صعبة جدا جدا جدا، يعني احنا دايما بنتكلم على اهالينا واجدادنا ان هم كانوا عايشين حياة زي الفل، بس على فكرة الناس دي كانت ظروفها صعبة جدا جدا، ما كانش عندهم اي مواد ترفيهية زي اللي احنا فيها دلوقتي، فهي باختصار خالص ازاي نستمتع رغم اننا